لأسابيع كاملة لم تتوقف طبول الحرب في شبه الجزيرة الكورية، فبكل أنواع الدعاية استخدمت كوريا الشمالية قدراتها لإبراز قوتها في مواجهة أساطيل الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تتمكن حتى الآن من تنفيذ أي من التعهدات التي قطعتها على نفسها بتقليم أنياب الدولة النووية. التهديد الكوري الشمالي والاستقواء خرج هذه المرة عن المعهود وتجاوز التصريحات الدعائية بمئتي قذيفة مدفعية ساحلية خرجت من بيونغ يانغ وسقطت على حدود خط الحد الشمالي لجارتها كوريا الجنوبية. التصعيد الجديد جاء بعد ساعات من دعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لتعزيز إنتاج مختلف مركبات إطلاق الصواريخ، ووصفها بأنها مهمة ضرورية للتحضير لمواجهة عسكرية ممن وصفهم بالأعداء. وعقب القصف مباشرة ردت كوريا الجنوبية بإخلاء جزيرتين، ووصف متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية العمل بالاستفزازي محذراً من تهديد السلام في شبه الجزيرة الكورية.